موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. إصابة شخصين جراء انفجار عبوة مزروعة بسيارة في شارع راجو وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي. إصابة طفل جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة لسلطة الأسد بلدة كفر نوران غربي حلب، وإسقاط طائرة مسيرة في مدينة الأتارب غربي حلب. قصف مدفعي من قبل قوات الأسد يستهدف محيط مدينة دارة عزة وقرية تقاد غربي حلب بحسب مراسل حلب اليوم. اشتباكات بين قسد وقوات الأسد على ضفاف نهر الفرات قرب مدينة العشارة شرقية دير الزور، بينما استهدفت قسد مناطق سيطرة قوات الأسد في قرية الكشمة بقذائف الهاوي. القاعدة الجوية الأمريكية في حقل كونيكو بدير الزور تتعرض لهجوم بالصواريخ من قبل الميليشيات الإيرانية دون أن تصيب المنشآت. مقتل ما لا يقل عن 39 متهماً بتجارة وترويج المواد المخدرة في محافظة درعا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز وفق موقع درعا 24.